السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صغير؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكاة المزرعة. اليوم في عنا كان بالحلقة الماضية تتذكروا كان في عنا مشروع ماشينو هذيك الحصادة. أيوة اللي هي نفهم البذارة وكنا عم نشتغل فيها، وعلى ما أعتقد إنه كان في عندي أنا عقد ثاني. خلص ذكر طالع نشوف العقود. كان عندي عقدين أنا. الثاني خلاص معناته اليوم لازم ناخذ عقد جديد، فاشتقترحوا علينا ناخذ عقد. طبعا احنا عم ناخذ عقود لانه ما عندنا شيء نعمله في الوقت الحالي. اوكي ما عندنا شيء. حلو، هم فارزين هون. حلو جميل، هم بس للحرس او الحرث، هون للسماد. هون شو هذا سونجن؟ البذر يعني، يمكن البذر. طيب هون ايش بده يزرع؟ هون بده يزرع كوتون، يعني قطن. صح والله، ما كانت القطن اللي عم نزرع فيها، فما نقدر نشتغل بشي تاني حتى ما يخلص هذا العقد. شو بده يخلص والله مطولة يا معلم. طيب ناخذ مشروع حرث احسن شيء. ناخذ هيك ارض تكون كبيره بالحرث اللي هي هاي مع ماكيناتها. ليش اخذه؟ عم بقول ايش كتب لي. حلو، خلينا نروح لعنده لحين. بس اليوم حاسس حالي هيك كبران زغران، ما بعرف شو اللعب. المهم الله، حتى التراكتور شي فرحامات يا معلم. لا تطلع الله، شاشة وكرسي غرفة الشوفير العالم بتكفي يا رب. ها هي علقنا. بس خلينا نتذكر هنا مشروع رقم الارض ستة، رقم الارض ستة 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 1 2 3 4 5 7 8. ها هي البيضة، هي الارض البيضاء. نحن هون نطلع هيك هيك. اوكي هيك. التراكتور يا زي ما تحسوا تاكسي والله. الله، لا حتى في عزم يعني، ها تحسوا بالعزم التراكتور، يعني ما تحسوا انه والله عم بتسوق طرطيره. ايوه هيك نطلع من فوق. الله مشينا من تحت، والله شيء المرايا شيء نايس يعني، حتى بس ما انه مطلعات لي يعني، المرايا لسه بدون تظبيط، ما انه معيارات بشكل صحيح. او لو يخلونا هيك يحطونا زر تحكم بالحجم المرايا او قياسات المرايا يكون بيرفكتو معلم. والله حارات قديمة يعني، حتى جميلة في مطعم كمان نايس يعني، اذا واحد بده ياخذ حبيبته ويروح ياكل فيها يكون عم بيلعب هو وياها. لا بيبي يقدر ياخذها ويروح ياكله. يعني ما في غير الحل يعني، اكيد ما راح اعزمه فيها على اكل، بجيب له بالحقل. بجيب له سندويش وبندوره وبلوكول، بندوره وخياره وشوفه خبز وبلوكول وكثير عليك يا شيخ. حلو، وين طلع؟ هون المفرق. لكم في مفرق؟ في مفرق نايس. حلو جميل جدا. هلا في سؤال، اتمنى 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 انكم تحت بالتعليقات تكتبوا لي اثنين بس، ما بدي اختار شخصين يكتبوا لي هذا الاشي. الشيء اللي بدي اسالكم عليه هو يعني برايكم في لعبه ثانيه عم بلعبها كثير وحاب العبها يعني صراحه، وحاب انزل لكم فيديوهات، بس هذيك اللعبه ما خرجنا نحكي كثير فيها. هي الطرق الوعره، فاذا بتحبوها بنزل لكم عن هيك، بعمل لكم فيديوهات او بسجل فيديوهات اللي انا عم بلعبها وبنزل لكم اياها اذا بدكم يعني. ها فاكتبوا لي تحت بالتعليقات، اتمنى انكم تكتبوا لي وتشاركونا معلوماتي عن هالموضوع هذا اذا بتحبوا هذا الشيء، اذا ما بتحبوا عادي براحتكم يعني، شيء بخصكم ما بخص شيء راجع لكم. بس يعني بجد انا اشعر انه انا مستمتع، فلازم تستمتعوا معي، هذا السبب. فهمتوا علي؟ بس والله صغيره هي، كانها التراكتور كرمال هي. بس في شغله طلعوا عليها انتبهوا، يعني هاي عم تحرس مرتين يمكن والله، وارض كمان فيها فليز، هي من طبيعتها فيها فليز والله. حلو، هارفيست، تم الحصد. هذا محقول القمح شو اسمه، شو يسموه، محقول القطن، حقل القطن. حلو، هون وين وصلنا على ليه ما خلص؟ تفضل بدل يخلصون. هات الفلوس يعني من تخطيط الارض، نعرف هاي يمكن اخر رجعه وبعدين ببلش بيشتغل تحت. طيب جميل،
تعال نروح نشوف ايش الوضع عند البقية. طب تعال ناخذ هذا مو فريز مو هذا محمل كلس صح كلس صح انا شلون التراكتور يفك. طيب هات لنا نشوف عقد ثالث بس ما رح ناخذ حصد وما حصد والشغلات هاي. هون كله حرس ما بدنا. هون بذر هون مو هون هون رش ال ايش اسمه السماد. طب هاي الارض 1 و12 و11 شوفوا اذا رقم 11 12 قريبه مني ناخذ عقد رش ايش اسمه سماد 11 12. اذا ما كل هاي بدك كان ارشها ب 2000 ب 1000 ليره يخرب ديارك. هاي 12 طلع مزارع شوفوا 11 ما كبره و11 12 7000 يا مملوعة. طيب على كل حال خلينا ناخذ هذا العقد يعني بده ماكينة صغيرة يعني عندي اياها شغلتها بسيطة قالت معلم مو معنا سماد معنا سماد يلا رجع بنروح بس نرش عقود. بس خلينا نكبر الخريطة وين صار العقد رقم 12 نيك فوق نطلع من هون هالمرة ناخذكم طريق مختصر اي والله ياخذ ايه اول ما نمشي على الخريطة مو رقم 12 طلع الخريطة مشي هيك مشي على الغميضة بس ها فكرة لسه ما صلنا بالاول هلا شرط ما طلع طعنا الاول في موسم ما تذكروها ما تذكروها باللعبة قبل كان في ملح نقدر نحن نجيب مي نحطه يطلع معنا ملح ويطلع معنا شيء تاني ما متذكر شو وكان في معنا يطلع كلس وملح هيك كلس وملح نعمل طلع كلس وملح فكنا الملح نحن نكبه لانه ما كان له شغل فاتوقع بهي البيئة رح نستفيد من الكل الملح يعني بكرة بنصير بنشتري ماكينة ملح وبنرش على الماكينات ورش على الأراضي بس يعني شوي شوي أتوقع باللعبة شوي شوي رح تبلش مثل ننزل تحديثات عليها وتتحسن فهن بيمشوا على مبدأ إنه ما بنزل لك التحديثات كلها فرد نزلة وتروح بتجربوها وبعدين تقولوا يا ملينا لا نزلونا حبة حبة مثل الحمام ضلوا يرشونا على الأرض فهمت شنو؟ أتوقع سياستهم يعني في شغلات اتوقع انه في شغلات يعني ما حسيت انه في شيء جديد لما نزلوا هذا الجزء مو تذمر بس يعني ما حسيت صراحه هاي مش بس طول ما الله مو دوس 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 يا شوفير يا شوفير حلو شكلنا ضيعنا يا معلم لا والله مظبوط انا مضل ساوي هلا شو هذا ما بعرف بس بنضل ساوي وبعدين لازم نرجع على اليمين محل ما تونا طلعنا على اليسار حلو في جسر نايس I like it. عجبني. عجبني. ايه نكمل لكم. نكمل نحكي. نسيت ايش كنت بحكي انا صراحة بس نتذكر مو نتذكر بس نرجع نكمل. فايش رايكم انزل لكم كل يوم يعني مو كل يوم بالاسبوع انزل لكم فيديو من محاكي المزرعة. فيديو هاي الثاني لعبة شو اسمه؟ محاكي الطرق الوعيرة. ونزل لكم هيك بستمتعوا تتفرجوا شو عم نلعب والله لعبة جدا جميلة هاي شغلة الشغلة الثانية ايش رايكم ندخل بالحيوانات اذا بدكم ندخل بالحيوانات اكتبونا تحت التعليقات ايه وصلنا تعبنا الطريق بعيد قسم بالله بعيد وشلنا هاي الاطار الصغيرة شايفينها خلينا نبلش من هون عند النص من فرقة الطريق ياخذي بنشوفك بعدين معلم هذا صار معه هذا ما خلص العقد تبعه لسه كومبليت وقف وقف كومبليت الحجي يا الله وقف عمو لا التراكتور مو فورمي ما مو فورمي لا معناته مفضي انه الموجودات اللي لازم بفضي يعني منلم الموجودات او خلينا نروح نزتهم بارضي ليش زتهم هون هلا بنروح نحطهم بالارض عندي ما طلعت من هون يلا بنحاضر كان لازم طالع من النص من الطريق الرادي بس منضل ماشي من الزفت احسن لما لقينا طريقة نفضيها فيها ليش ما نفضيها
حلو يا سرعة الوقت 3 وانا بيارك عم بستنى بس يمشي الوقت هو حتى دقيقة 3 انتو كمان الله عم نغسل لهم اياه ايش رايكم كمان هيك هو ينهب ها يلا بس نغسل لهم هذا الراس اللي ورانا مشان نورجيهم انه نحن اشتغلنا شيء جديد انا ما راح اسفره كثير يعني هو اخذ اجار واخذه خالص لو استفادينا منه نحن شغلناه بغير شغله والله ما ندعك والله عظيم ولسه ده جديد بحالته ولا انشغل ابدا الو هلا اول شيء بدنا نفضي حلو تحديد نوعية الفطور غير فضينا اساسا ما ضلنا محصول نو سبايس بوند ما في مكان يفضي ليش ما في مكان تفضي روحي تمام هلا نقدر نقول له كومبليت او كولكت جمع طب توضل الي هاد العادة حبي عمو هب ما فكرت مولي والله نسيان ازا الي اساسا انا نسيان التركتور الي هل وين ده صفوه تذكرت انا مزبوط كنت صفه هون والله عندي تركتور فخمة اليو كنت فرحان عليهم طلع التركتور الي مهم تعال نشوف العقد هذا والله التركتور حرام تعبان كتير هذا الصعب مع صاحبنا والله تعرف هيك اراضي كبيرة بتزبط عليها بنحط عليها معامل بنحط عليها اشياء كتير يا عمو يلا هدنا المكان كمان نروح فيه على الارض ورجيكم الشارع اللي طلعنا منه غلط نحن لازم جايين من هون مو فعلا من هنيك لازم انا لما طالع من هون نكمل هيك لافف داخل من هون هيك لا عبس ياوي هذيك يا ارضي شايفينها هيك بتحس شعور انه انت فعلا بضيعة او بقرية او ما بعرف شو انتو تسموها او بالريف او بالارض او بالساحة كل دولة عندهم اياها اسم مختلف انتو ساعي شو تسموا هيك مثلا يكون بيت ريف ايش تسموها عندكم هيك بلهجتكم ايوه تعالوا نصفي البيك اب اول شي نعبي قبل ما نصفي البيك اب عم 2.6 مليانات عم ايش الحظ معك قد هي فيها ها فيها 39 ما فيها لا عم ايش حظ يعني هلا انا عبطت فيهم هلا بروح نصفها بالكراج هذا البيك كان غالي يعني اسمه مصاري يعني خبي جا احترافية بالترجيب جا تمام زين العافية معلم شوفك ان شاء الله يوم الجمعة حلو تعال نشوف ايش في عقد تاني ناخذه وشغلات هيك نعملها ثانية ناخذ عقد تاني وحاج هون كرافت ما بدنا فيلز ما بدنا اخصص الماضيين هذاك ما بدنا ناخذه خلصنا فيه نزرع كوتون بتقطن طب تعال نشوف التراكتور اللي حكينا عنه الازرق في قطن في قطن والله وينها هاي والله في قطن خلاص معلم ناخذ العقد اتفقنا وين بدك نشتغل معلم رقم الارض لا هذا هو رقم الارض 34 رقم الارض 34 من تحت حلو لا مو تحت ارضك نقطع الجسر وعلى الجسر بس هو ما بده سماد اتوقع ما ايش رقم مفضي السماد لانه مو طالبين سماد صحيح ايش راح تبعت لهم سماد اي والله ايش انا عم بحط سماد عم بفضي السماد طبعا عم بي بداله جزر ايش عم بفضي السماد انا معلش عم اطلع شوي لبرا انا حاطط بذر وماشي ومفكر ارض ارضي بقلك عم بزرعها واحط له سماد واحط له كل شيء والله انت انتبهت والله نسيت صراحه مو شيء كتير بس يعني اوكي شكله هذا محطوط بس محدد للسماد ما يتحمل شيء تاني يعني. يا له هذا حظ السيء عندي انا او بعرف حجي معك شايفني عم بلف روح انقلع بلاش يزمر كمان انا بعرف انه هي بتشيل سماد نحن تشيل سماد وحده تشيل ما نشيل الاثنين نفس الشيء بس ليش ما شايف ما بعرف الله عادي بس تعرفوا ايش كان لازم نسوي؟
لازم افضي من ورا كلهم عم بيبقوا قدامنا، جزء هو الاثنين ما بصيروا ينشالوا بنفس الوقت، يعني انه واحده هيك وحده هيك، لازم هيك المفروض. فلازم انا افضي من ورا وعم بيبقوا قدامنا، كان هيك افضل. بس يلا دي يلا، بس خلص عندي بقوم عم بيبلو قدام، ما بعرف خلي السماد يكون قليل، البزر اكثر، لانه البزر استهلاكه اكثر من السماد. والله هو شوف نفس الشيء استهلاك، تعرفوا ليش؟ انه قبل شوي ليش استهلك عندي سماد اكثر؟ انه بالاساس اكثر كمية الموجودة فيه اكبر. اما انا فكرت قلت صار في شيء زي ما مش الغلط، برجع لك بعدين معلم، خلينا نشوف هذول صار معهم. هذا لسه اشتغل على قدم وساق. هذا خلص صاحبنا اتوقع، هون خلصت. هاي الارض رقم 12، ضل كاتب حلوة لسه في ماي سماد ما تصرف. والله غريبة انا بالعاده. دور يلا. والله كنت مفكر كمان تعرفوا شغله بهذا الموسم انه نعمل لكم شيء ثاني، انه نبلش نشتغل بزراعه الاشجار، بس الوضع شكله ما 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 بيطمن ولا مريح ولا خرج ينشغل بزراعه الاشجار. هي روح الجي يلا والله بيطلع روحه على شو فير يا حرام. وصلنا راس الحاره. راس طلع. طبعا في شغله كمان انتبهت لها، يمكن قالكم بلاها نحكي لكم اياها بعدين، نكتشفها وبعدين نحكي لكم عليها، متاكد من المعلومه 100% وبعدين اقول لكم عليها. حلو، حاطين لي هاي الارض خط اصفى ابيض، نوقف. جميله هاي التصميم، يعني بدون يحطون اشارات مروريه بالشوارع لاني تركتورات بتمر، فاحتمال انه يكسروا الاشاره كبير. وشن وفي شغله بس مهمه انا قبل شوي انتبهت لها، يمكن ها انه هذا الرقم لا والله بنقص 200 او 2000 2801 2880 اذا ما كان بنقص فهو عم ياخذ من المسار اللي عندي، وما هي مسار كثير بس يعني حسب. تعال نشوف هذا صاحبنا الصار معه. والله هذا صاحبنا عم بيشتغل على قدم الوساط، قرب يخلص. وهذا كمان قرب يخلص. وعقود مادر. رح نترك الفيديو هيك شغال بما خلص العقود كلياتها، وان شاء الله بالفيديو الجاي اقول لكم. وبس بيكون هون نهاية الفيديو، ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل حقوق العقود كلياتها، بنخلصها بنخلصه اليوم ونفوت على موسم جديد او زراعة جديدة ما بعرف شو هي. بكرة راح تكون ابريل، في عنا زراعة الكرون اللي هو الذرة، في عنا ايش هي السورجر سورجون والله ما بعرف شو هاد، في عنا العنب موسم زراعته، زراعة الزيتون حلوة هي موجودة لزراعة الزيتون، اذا بدكم اكتبونا تحت هيك شوي بالتعليقات مشان نبلش نسوي زراعة زيتون. بس يعني بكرة اتوقع ما راح نعمل شيء، يعني النهار ابريل وشهر ابريل وبعدين شهر ماي وبعدين نبلش بشهر جون، نبلش ندخل موسم الحصاد او نصف فاضي اساسا هدول الشهرين. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.